السلام عليكم. اليوم نتكلموا على الاشغال تاع التهيئه تاع الشاطئ نتاع ابو اسماعيل اللي راهي يعني جاريه في هذه الايام هذه، واللي عند يعني حسب ما رانا نشوفوا في الصور الشاطئ هذا التهيئه تعتبر رديئه بالنسبه لنا. هو كذلك مشكل في هذه التهيئه هي تندر بارتجالية وبدون ما يكون فيه تهيئة حقيقية من ناحية التطوير تاع الشاطئ هذا وتوسيعه، لأن نشوف انه لابوند هذه تاع اللي راهي بصدد التهيئة شريط ضيق جدا، شريط ضيق رغم أن المساحة موجودة، يعني الأراضي موجودة، لكن التهيئة لا ترقى إلى يعني تطلعاتنا. نخليكم تتابعوا ما تبقى من الفيديو، وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.